ليه في الادب الحداثي دائما الانسان يتحول الى صرصار او يقعد جوه صفيحه زباله او يرجع في عيد ميلاد مراته يقتلها وينتحر؟ لو جاب لها تورتايه وحبها تبقى كارثه. النقاد يقولوا ايه الكلام الفارغ ده، ده كلام عاطفي غير واقعي وهكذا، لانه الواقعي ان الواحد يروح يقول لمراته كل سنه وانت طيبه يا حلوه ويضربها بالنار كده، ديت الواقعيه، لان ده الابسرد، ده العبث. وقيس على هذا، قيس على هذا الواقعي ان الواحد يتكلم عن الارض الخراب، ما يتكلمش عن جنينه خضراء حلوه قاعد فيها انا واصحابي، لا ده عاطفي. انا دايما في المؤتمر الاخير كنت في لندن حكيت لهم فعلا القصه دي، ازاي يوم ما رحت امريكا واكتشفت انه انا لو قلت عن احلامي السعيده هساعتبر انسان عاطفي، بينما لو قلت لهم انا نكدي وعايز انتحر وسالوذ بالصمت مدى الحياه يقولوا يا سلام يا سلام. اكتشفت ان عندهم خلل، خلل ما ها. اما كل ما اروح مسرح مسرحيه جديده نلاقي قذاره ونلاقي النقاد كلهم يكتبوا يقولوا عمل فني عظيم.